باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. احنا بنقول يا حبايبي في المزمور أن الله يسكن وسط تسبيحات شعب. التسبيح ده زي ما انتم عارفين هو عمل الملائكة الأوحد بيسبحوا الله ليل نهار. علشان كده احنا هنعمل زي الملائكة بالظبط، وبقدوم عيد القيامة المجيد هنشارك كلنا في يوم في شهر مايو ان احنا نسبح ربنا. علشان كده حبايبي عاوز كل المشتركين في الكورال في كل كنيسة ان هم يقدموا التالنت اللي عندهم، ان كان عزف، ان كان اداء، ان كان تأليف، ان كان تلحين، ان كان ادمنستريشن، اي تالنت تخص اليوم التسبيح ده. نفسي حبايبي قوي 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 ان انتوا تشتركوا علشان تحسوا ان الله ساكن وسطكم وفيكم واني بتعملوا عمل الملائكة. عشان كده لو حبيتوا مور ديتيلز نروح للويب سايت بتاع الدايسيز وان شاء الله هنلاقي فيه كل حاجة تقدروا ان انتوا تبارتيسيبيت وتشتركوا في اليوم الجميل ده. ربنا معاكم ويحافظ عليكم لأهل المجد الدائم الى الابد.